Hello everybody, welcome to El Misa Cafe. My name is Alice Jabour and I'm in Ablah, Lebanon. This is my family business. I work with my parents, مع أهلي وإخواتي كل رفقاتي ونعمل قهوة, سلطة, sandwiches, كل شيء. So for breakfast, our top sellers are the El Misa toast in the breakfast club. My mom came up with those, so good. Lunch, any of the hot sandwiches are good. My parents sat for days and days making every single one, so they're all made with love. And the chicken artichoke, we use their garlic, which is used a lot in Lebanon, so that's where it was inspired from. Good morning. آخر نهار صار قاطع تقريبا 22 يوم بأمريكا نون ستوب. لحقتونا من أول طريق فيديو ورا فيديو LA, سان دييغو, سان فرانسيسكو, سان دييغو, أتلانتا, شيكاغو, واشنطن, نيويورك, باك تو سان دييغو يلي منا رح ناخد رود تريب تنطلع على باسادينا LA, and it's non stop ongoing. أمريكا بدها سنين تصوير, مش شهر بس. رح ارجع على أمريكا لأن أمريكا بتعقد, الناس بأمريكا بتعقد, اللبنانية بأمريكا بتعقدوا, الاكتشافات اللي واحد يقدر يعملها بأمريكا بتعقد. It's been an ongoing amazing discovery trip. شو بدي أخبركن, أكلنا كل الأكل. كنت عبالي دوق البيجلز اللي بحبهم كتير, عبالي دوق الأك ساندوتش, عبالي شوف كيف بيوع, كيف بيتروى وشو بيعملوا. أكلت لبناني أكيد, أكلت دوناتس, أكلت كوكيز, أكلت آيس كريم, سوفت سيرف. بتعرفوا كل الوقفات اللي شفتوهم في أول فيديو لهلأ على يوتيوب تحت بالدسكريبشن بتشوفوا follow my steps on Google Maps, صاروا أكتر 150 وقفة بعشرين يوم, وعدوا on average قديش عم نعمل كل يوم. اليوم مارون اجا اخذناه, هلا بنرجع بنحكي معه على الطريق. رح نسوق تقريبا ساعتين طالعين على باساتينا for an amazing one of a kind discovery. ما بعتقد كثير ناس عملتها, نترك لكم اياها سيربيز لبعد شوي. One of my dreams come true, هلا بعد شوي بنشوفهم. بس وقفنا على الميسا كافي, لبنيز اوند, amazing American vibes, كل جنسيات العالم موجودين هون, عم بيعملوا شغل امريكاني صح. ساندويشاتهم بتشهي, الريحة بقلب المحل رائعة. بيجل and cream cheese, oh my favorite. كريم كتير طيب, محمص على القد, بيعلق على القد, loaded with cream cheese, top salmon quality. يمكن اخر ترويقة قبل ما فل, and I'm so enjoying it. شو هالquality of cream cheese. And then فت على المحل craving an egg sandwich, sourdough bread, egg, cheese, bacon. It's so simple and it's so good. بسيط, يعني ساندويش كتير بسيط وكتير طيب. بس best for last هو the signature sandwich هو افوكاد, بويلد ايج, فتا, خيار, بندوره, شويه هيربز. هذا بيربح لانه خبزته عظيمه, جبنته عظيمه, افوكاد عظيم, خضرته فريش, فيلز جود. بيخدكم على بلادنا ميديترينيان كروز, وبرجع بردكم لهون.
من قبلها على امريكا and they're doing it right. رح تقطعوا من هون ورح تقولوا اكيد ما في حدا لبناني هون. الميسا كافيه الكويك سبورت would be good. طيبين كيف طيبين اذا امي شافت هذا الفيديو رح تفكر ما طعموني شيء اخذ 22 يوم يوم طعم الصبي شو بيعمل بياكل مرقه شهيه اتس جود اتس ريلي جود بلا حركات بخمس دقائق دون وذ لوف جينا هيك كبسه فتحنا الباب فتنا طلبنا قعدنا and beautiful done right بصحة وهنا it's good it's really really good أكل طيب إيه هو مطعم إيه بس فهمانين شغلة أهم من هيك فهمانين أنه هني بيشتغلوا in the morning business يعني بيشغل صباح يعني عم بيضحكوا يعني أول شغلة الزبون بيشوفها أول ما يظهر من بيته هني قهوة مع ضحكة ساندويش مع ضحكة في نفس مش معقول شو طيب نوعية الأكل البيجل تبعهم توب خي بفشوا الخلع بكرة الصبح وهيدي اللي بفشوا الخلع بكرة الصبح لازم كل مطعم بيعطيكم ترويقة يكون زيت شي مش قاعدين هيك و يلا نكست يلا نكست يلا نكست loving it خي برافو الميسا كافيه انه معقول بعد ما عملنا كريسبي كريم بامريكا كنا تفركشنا وتعلمت اليوم انه ساعة الفي هوت ناو يعني عم بينطبخوا هلا يعني الكونفير داير او ماستر قبل ما نفوت شفنا سيارة البوليس التقينا بالزلمة وتعرفنا عليه خلينا خبركم مارون يلي جريك كورنر كافيه شو كان يعمل قبل ويلكم باك تو ماي لافلي سان دييغو انتوني شيء اتصدف اذا بدك سلمنا على سارجنت علي هيز one of the beat sergeants on. We spoke a little bit about what I did before. And I can't 911 supervisor مع San Diego County, مع City of San Diego, sorry, fire department. اشتغلت هونيك 15 سنة بلشت بشيرفس نقلت على San Diego Fire وطلعت. So دايما منسلم على بعض دايما منحكي منخبر الأمور كيف كانت وشو صارت وهيدي حقيقة الماضية واللي انتقلنا له لهلا باللي نحنا فيه. So, كثير أوقات عالم بيسألوني إيه وشو بتعرف وليش بتعرف هيك هيدا الباكراوند تبعي كرمال هيك بعرف هالقد اشتغلت بحماية العالم وبحماية المواطنين وخدمتهم وبهذا شيء أنا كثير فخور فيه وأنتني بيضل يقول لي إنه أنت دايماً ترجع لهذا الحديث وأنا بكل عز وافتخار ابن أبلح جاء على أجمل مدينة بالعالم وخدم الدنيا كلها سوا So, welcome back ريحة جوا كتير حلوة ويلا دونس عم ينعملوا وعجقة وناس عم تاخد بالدور 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 فكرة عظيمة نحن مصورين معمل بالإمارات بيعمل لكال الإمارات مكان أكبر شوي بس عم نحكي حق غالي very fresh بعدهم سخنين طالعين هلأ 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 بعد ما أخدوا مع بعضهم مشان هيك كيب على أصابيع سكروا شو هاي Oh my god, شو هاي؟ اوف اذا بتعرف اذا فاكرين اكلين دونات قبل طيب او او ماي دقيقه زبده كأنكم حطيتوا زبده على لسان هالقد طيبه هالقد مهمه
السكرات بعد ما نشفوا من برا سخن سخنه من جوا مش شربانه زيت. او ماي جاد اتس اومامي اكسبيرينس يعني اتس words can describe. بس دي معه شفت شو الهوت اند ريدي. منيح ما نعيش هون. كنت كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم واو. بس في محل دونت حدو بزيت الباركينج لوت فاتح قبله بكتير يمكن 35 او 40 سنه بعده فاتح بعده مضاين بعده ما سكر بعده الناس تنزل تشتري عنده. بعتقد غير اكسبيرينس ولانه اللوكال بزنس اكيد رح نعمل له دعمه وروح نشوف شو الفرق بين مكنه هوت اند فريش وهاند ميد لوكالي لوكال دونتس اسمه ساسمي دونتس. ربح بيلب 6 best donut chain in America. Let's see. ما رح نحكي عن العلبة وعن presentation وعن الجو جوا. Forget it. خلينا نحكي عن الدونت itself. منبلش بالglaze. Very fluffy. Very rich. كتير حلو لونه من جوا. It's a very good donut. Very good. نضيف. الفرق بين commercial flavor which we loved. الفرق بين commercial flavor and homey flavor اللي عم جاري بقوله هو من جوا مثل الكيك مثل كيك البيت very fluffy bready بتحسه بالخبزة اللي موجودة مثل ما شايفين ما أنا شربين الزيت أبدا أبدا. بس طلبت اثنين اللي هن البست سيلرز بوستن كريم and بافاريان كريم. Is it good? Yes. Clean flavors. Clean feel. Is it worth top 6 in America? عصفورين بحجر على القد. بودينز ما جربناه بسان فرانسيسكو ما لحقنا وصار بده قهوه لانه تعوجنا على الطريق. مسز بينز بين مسز بين هذا هو. ليش اسمه مسز مسز بين بين مش بين تبع القهوه بين فاصوليا طلعت مستر بين طلع تشاينيز. لكن رح نفوت عند بودين وناكل. شفت هيك باتري ساندويتش معروف بالساوردو نمبر 1 بريد سبلاير بقلب سان فرانسيسكو وورلد وايلد ريناوند اند يس وي غانا هاف ا ساندويتش اند ا كوفي.
مقبول. ما تفكر انا عم بعمل شو هذا الا عليك الكلب الباب. توحمت على تشادر ساندويتش، توحمت على هذا الساندويتش يلي فيه جبنة وبيمغط كتير. من بعد نطرة ربع ساعة ريكو هاي البيضة كيف معمولة. It just feels wrong. بس هيك. لا عيب يعني مش بودانز كواليتي. Definitely. كان لازم نجربه بسان فرانسيسكو. ظلمناه للصبي. رجعنا على مشكلة الموصفين. هراتش مستقبلنا بكروسون. قلت له خبرنا عنهم ما بدأ اتصور. هراتش عنده جراج كتير كبير شفتوه برا، فعزمنا اليوم على قلت لكم في شيء كتير سبيسيال عم بيصير. هيدا شو هيدا؟ اوه فيري نايس هام تشيز. اوه ليك عزمنا اكتر من الاوراي عدنا. Very nice. Very, very nice. عندهم cakes, brownies, and so on. ما خبرني أنه أكلنا على الطريق. مخور! مخور! Carrot cake brownie. Very nice. Very, very, very nice. لبنانية؟ لبنانية أرمان ولا بردتين قدون. ترجع الكراسان، كراسان طيب، كمية الجامبون الجبنة اللي بقلبه فليكي، يمكن منه أكتر كراسان فرنسي ومع كل الزبدة، بس الميكس of butter and something else عظيم. خايب فيش الخلق. When it's good it's good.
فتنا عنده على المكتب. هومي فيل هوم كيك. Very good one. 13. Yeah, شو طيب. This is so good. مارون وين راحت؟ This is so good. وطلع ينيلو الأرض على الأرض. والكروسون وين مكان؟ وهو هربان ونحن يلا. عود عائل. القعدة عندهم حلوة، الترويقة جيبوها من برا بس نقوها صح. هلا قهوتهم طيبة كمان. قهوة لبنانية غير شكل. قعدة حلوة. رح تغدونا كمان؟ أكيد. Yeah, hi, my name is Josef Kiragosyan. We're in Pasadena, California. We've been here since 86 from Aleppo, Syria. We welcome you here. Thank you very much for visiting us. And we're here from back home. We had a bakery and we started here and we named the business here Old Sassoon / Abu Yusef. We known as Abu Yusef back home in Syria, so we put the name Abu Yusef, so whoever knows us from back home. Lahmacun, Menaish, and Fatayer. And now we started with the Kachapuri, Georgian breakfast, cheese and egg. That's become famous right now. Yeah, my dad started business. He was 12 years old. After his dad passed away, they put him in a bakery business, so he started there. From there, and now we're here. Ready. عجينة super رقيقة. ريحة روعة. Super رقيقة. بسكوي منقوشة. اوف هاي طعمة الزعترات الحدية الحموضة الملح and super thin. جيت بوقتك. You like your لبنة. منقوشتك معمولة للبنة. عن جد اوف شو هالزعترات هول من وين؟ مش معقول. هاي معمولة للبنة، طلعوا بتفرفت مثل البسكوي مثل ما قلنا. واو. اند روعة. مش طيبين. نكست. هول مثل منقوشتين على بعضهم. صار في جبنة طريت أكثر. بطلت قاسية مثل البسكوية. شو عنا؟ جبنة جوا، زعتر برا، الجبنة ما دقت بالزعتر. A new approach to المنقوشة اللي عملناها أو منقوشة أنطوني بلبنان.
مع بعضهم يا سلام يا سلام يا سلام ولا أرق من هيك مثل الورق. اثنين جبنة بالنص، الجبنة ما دقت بالزعتر، سو كل وحدة وحدة، ما في كتير عجين، عجينة رقيقة على القد وطازة عملت هلأ. جبنتهم عظيمة شوي حلوة شوي مالحة بيضة لذيذة مع الزعترات وحديتهم. What a blend, what a mix. بعد فيه خاتشابوري في شي 800 جرام هون جبنة أرغولا العجينة العظيمة وبيضة. ريحتهم كتير حلوة كتير حلوة، ما بعرف زي العجينة ريحتهم كتير حلوة، البهارات السماء نوعية الجبنة اللي بيستعملها it feels good. speechless. واو طيبة طيبة من القلب. الجبنة كيف مش ملبدة على بعضها، نوعية الجبنة كيف معمولة شقف صغار شوي دايبة بس مش ملبدة على بعضها، البيضة اللي بقلبها، رشة البهارات المضبوطة. Oh my goodness. Great job. Super 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 great job. قاطعين من هون بالغلط. بالغلط. وقف 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 وقف. وقف بدنا ننزل. أبو يوسف بطل. Amazing. بدي شو عم يطلعوا الكلمات، لازم وقف لعمل عندي كتير اشياء بدي كلهم بس يعني هاي هيك ملفوي زعتر جبنة خلي الأمريكان يجوا ينبهروا. هاي منقوش. بدي بس أقولكم أنه هاي ريحة طفولتي. أنا ربيت ببيت بوجه كان في فرن مصور أوريدي لحم عجين اسمه سيفان أرمني. تعرفت على البيت، وفى البي، كفى الابن اسمه جورج اليوم إذا عم بيحضر الفيديو بقول له هاي. وكانت هيدي الريحة توصل لعندي من تاني ميل من الطريق، يعني بقيت شي 70 متر لعنا على البيت. كانت ستة تنزلني أنا وصغير، انزل أكل أربعة خمسة ستة ما أوقف. كان بوقتها المنقوشة والبونجو 250 ليرة، هاي الورقة الكبيرة، لحم عجين ب 500 يمكن. أنا عم بحكيكم كان عمري 54 وبتذكرهم. عندن كبرت مدرسة عمر 12-16، كنت أنزل أكل أربع خمسة لحم عزين وأمرض على يومين وما أعرف ليش، قول ما بعرف يمكن أكلت كتير. عندن اكتشفت بعدين أنه أنا ما بأكل بصل وثوم. فبعد هيدا رجعني مينيموم 30 سنة لورا with the real smells of my childhood. عن جد واو هيدا لحم عجين الأرمنية، وبعتقد بأكد أكيد من ريحتها ورقتها أكيد بتعقد. وهون عنا شيء بتعرف على ستات اللي جوا، نفوت نشوف كيف النفس عم بينشغل، كيف النفس العربي عم بينشغل مظبوط هون. كل برامج جاب اشوفه ما في منك، خاصه جبال لبنان
فوق جبال بإهدن هناك، والله أكلاتك كأنه عم ناكل مع بعض. أنا بشكرك. بارك الله فيك. Thank you. What a discovery. Thank you so very much. وخلصنا بسحلب كمان، سحلب لحمة بعجين ويك اند جينجالوف هاتس. جينجالوف هاتس هي واحدة من أطيب الأشياء اللي أكلتها بأرمينيا وبأرتساخ. ضروري 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 تجوا بالويك اند، بيعملوها بس دقوها سحلب إذا حدا اشتاق. ما فيز جود. حسيت أرمينيا، سوريا، لبنان. What a discovery. Spot on. باسكين كولانجان. سو فتحنا المحل من 40 سنة من لبنان، أنا وخي ساركيس. سو أول ما فتحنا كان محل صغير، وبعدين كتر خير الله كل شيء تمام، فتحنا تاني محل وفتحنا ثالث محل. هلأ نية عنا ثلاث محلات، وصلنا 40 سنة أول ما محل فتحنا. عنا حلويات عربية وفرنجي وبقلاوة، عنا فيمس كتير وبقلاوة نحن بنعمله from scratch، كل شيء على الإيد. وفي عنا كيك كل شيء تمام، وعنا سبينخ فطاير سبينخ famous كتير، منبيع كتير. That's highlights of the business. What else? We have so many varieties. I mean حلاوة جبن، عشة سرايا، معمول عن معمول عنا شيء بيجنن بياخد على. I'm sure هلا بس تجربه بتعطينا رأيك. شو ما عندن، شو ما عندكن، كنافة صغير، كنافة كبير، مفروكة مع قشطة، عشة سرايا، شو اسمه زونة الست، حلوة الجبن، معمول، وبوزة. نبلش بالبوزة بعد ما أكلنا بوزة اليوم. بوزة على قشطة ما منبلش بالبوزة اليوم. وفي بقلبه شيء كسر، بسكويت
برازق بقلبه. قشطة فستق وبرازق جوا. Very correct milky ice cream. خفيفة و... واو very nice. Good job. حتى نبلش بالأشياء الثانية. Is not set. ما بتعلق. Very thin. Very flaky. Very light. بقلب قشطة. مش ريكوتا. Good one. بقليوة. عم تسمعوا القرشة. Flaky, crunchy, crispy. وسكرها كتير خفيف. منا لودد بسكر. عايزين تقلى. فالتفاصيل الصغيرة تبع البزنس مشغولين صح. كنافة. ريحتها حلوة. جبنتها حلوة. قصتها حلوة. لازم ندوق. Very good. يعني بالجبنة الموجودة هون بأمريكا والمكونات ملتقوا هون على قد، واهم شيء الفرق تبعها خفيف ما بيكسر مثل البسكوي، منه اوفر كوكت. عن جديد السكر خفيف هون وهون وهون. I enjoyed it. والمعمول طعمة معمول ست البيت. طعينا بستة جوا. برافو. 40 سنة. 40 سنة مش بالغلط. بذكر لبنان 100%. اول شيء رقيقة كتير من برا، منا سميكة، ما فيها كتير عجين، خفيفة ومرملة مثل ما بحبها. من جوا شقف كبير الفستق، ما في سكر بقريش تحت السنين. It's well done. Good job. في شغلة ما حكينا عنها، هي عجينة كعكة الكنافة قديش طيبة وقديش ما بتعلق وقد منا قاسية. أنا بقلكم أنه هيدي بطلبها على البيت، بحط فيها جبنة، شوية جامبون، بحطها على الساب، بحمسها. وهلا سألتهم بيعملوها إن هاوس وبيبيعوا منها وحدة، فهيدي ترويق الصبح مع جبنة. اسمي فيكان هيرغانيان، أنا أصلي جينا من لبنان، أنا كنا من عايش بالحازمية، عنجر كمان، وبرج حمود. صار لي بأمريكا يعني من سنة 1980. أنا هلأ بشتغل بالبلدية بباسادينا. أنا شغلي أنا كيف بيقولوا تريجرر و دايركتور اوف فاينانس، ديبيوتي دايركتور اوف فاينانس بالفاينانس. باسادينا في عندهم يعني البادجت البيدجيه شي مليار دولار، 1 بليون انيولي. سو أنا شغلي بعمل كنترول كل المصاري بيجي وكيف ندفع المصريات والانفستمنتس وكابيتال فاينانسينجز، كل انا بعمله بباسادينا. في عندنا شيء 40 امبلوي يعني شغال بيشتغلوا بالبلديه ارمن من باسادينا. في حوالي الارمن بباسادينا يمكن 8% يعني من البوبوليشن. في عنا حوالي 145 ألف population بباسادينا. So في at least يعني 10,000 و 12,000 أرمن بعيشوا بباسادينا. كلهم من الميدل إيست. في كتير من لبنان، من سوريا، من يونان. بس الماجوريتي يعني من لبنان ومن سوريا بعيشوا هون بباسادينا. من الصبح قلت لكم عنا سيربرايز، سيربرايز غير شكل وصار وقتها. سيربرايز هي انه هراتشي اللي عم بجرب اعمل معه انترفيو وما عم بيقبل،
يلي زلمه رائع، بنقول له ميرسي على كل شيء، هو اللي دبرنا طلع مع البوليس ديبارتمنت اوف باسادينا نطلع بهالهليكوبتر يلي حلم بعتقد كل انسان، هيدي بنشوفها بالفلومي بهوليوود هي اللي بتلحق التشيس اند اتسترا، فرح نعمل طلعه بالهليكوبتر، نطلع بالهليكوبتر مش بس بلبنان كمان الامريكان بيطلعونا بالهليكوبتر تبعهم تنفرجيكم منظر من فوق. اليوم سقبنا طقس ما كتير حلو مثل ما شايفين وراي، ضو حلو بس كله غيوم، بس بعاد يعني الله راد رح نقدر نصور البيوت والبنايات. منبلش بالبيبر وورك ونطلع. عبينا الوراق، مدينا كل الوراق اللازمة، وصار وقت نطلع. عم نفكر كيف نخطط، انا على اليمين، مارون على الشمال، منعلمه كيف بده يصور تما نقفي شيء، الشباك مسكر ما بيفتح الشباك. بس دفنتي رح ناخذ اشياء حلوه. بلش تكشح، قلت له مارون رح بلش تكشح اول ما رح نطلع هليكوبتر حلوه. يا لك انت ويت اكسايتد. هاي ام اوفيسر شون بورتر وذ ذا باسادينا بوليس ديبارتمنت currently at our air operations section. I am a pilot for the city of Pasadena. I've been flying for 3 years. Each of our pilots all start out as a officer on the street, and then through appointment get a pilot spot when one becomes available. So our mission here is to help the officers on the ground, and whenever they need assistance with foot pursuits, vehicle pursuits, need yard checks, roof checks on alarm calls, and that's about it. Whatever the officers need from us, from the sky, we're still police officers. We just use a different vehicle. Corporal Thomas Corrales with the Pasadena Air Operations Section. Been here since 2013, been flying since 2016. Our fleet consists of 5 aircraft. We have 3 Bell OH-58s. We have a Bell 206 model. We have an MD-500 model. We use this to service the San Gabriel Valley and the cities within the San Gabriel Valley. And we just help the officers on the ground, whatever they need from us. This is your lock. If it's like this, it's locked. If it's camped, it's unlocked. Just push it back up. You want to open it, push it down.
بتتفاجا انه ما بترج كثير والقعده هون مريحه والهوايات حلوين. اجمالا الهليكوبتر طلعت مره بوحده كثير صغيره بالامارات كانت كثير بترج. لا هون عم بحكي عن شيء كثير حلو المنظر رائع. لازم نحكي عن الخضار، عن الترتيب، لازم نحكي عن كل البيت حد التاني، لازم نحكي عن طابق واحد مش أكتر، لازم نحكي عن ما في ولا خزان على السطح، عن البيوت، عن الطرقات النظيفة، عن الكنائس هون وهون، لازم نحكي عن تنظيم المدن الرائع يلي نتعلم منه كتير. بيسوق سسنا واتفقنا شي نهار بيطلعنا بس ما سامك بين السفرة، طلع رد بالسفرة اللي بعدها وهلا بعدنا عم نشوف المناظر الرائعة 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 فعلا مش معقول. So this is Millennial Forest Lawn coming up on the left and you have the large white building, the mausoleum there. Somewhere in there is Michael Jackson and Elizabeth Taylor, I don't know where. Welcome to the best state in the United States and to the best of the best state. We love having you. You just made his dream come true, so thanks. Not a problem, thank you. Take some pictures, you guys coming in. Is that you coming in? Yes, sir. Go for it.
head of JPL was a Lebanese guy from a village next to where my parents came from. Really? His name is Elias something or the other. I gotta look him up. He actually came down to San Diego and talked to a whole bunch of us. Amazing, amazing guys. He was smart as a whiz. Oh, a lot of smart people in there. Gentlemen, just hang tight inside. Sean will be out. Start helping you out in a second here. Guys, thank you so very much. Thank you so much. Absolutely. I made our day, year, and everything in between. And I'm sure everybody's going to love the video and show Pasadena the best way possible. Thank you so much. It was exceptional, exceptional, exceptional. أول شغلة بعتقد هو الفيديوهات ما رح تشوفون قبل أو ما شفتون قبل أو إذا تكون يعني بعقد. واثنين اللي بيلفت النظر كيف عن جد واحد بينظم مدينته. الترتيب، التنظيف، السطح، الفيو من فوق يمكن أحلى من الفيو من تحت. ما في خزانات، كله مغطى مظبوط، حتى السولار بانلز جايين واحدة حد التانية، مش كل واحد فات على حسابه. بيبنوا بلد على 100 سنة لقدام، بتطلعوا من فوق، خضار all the way، ما في شغلة واحد يقول عنها لو، الطرقات، قصص حد بعضهم. What an amazing discovery. شو هتكون بسطتوا هيدا ختامها مسك هذا آخر فيديو اليوم، آخر فيديو فيه منقوشة طيبة وفيه طلعة بهليكوبتر، آخر فيديو فيه رجع على LA خمس ساعات سواقة، ساعتين ونص ساعتين ونص على سان دييغو، محل ما تيابي وغراضي كله موجودين. آخر فيديو من سفرة رائعة على التاريخ ما بتنتسى بأمريكا وما راح تكون آخر وحدة، أول وحدة يس بس مش آخر وحدة. وراجعين again and again. بلد رائع، ناس رائعين، تنظيمه ونظامه روعة. Amazing. وهلأ شو هتغدى؟ هدو بيقول لي لوين اخدني يا مارون وشو بدنا ناكل؟ يس شو هتغدى؟ يلا رح ناكل. فيلين مع سوفينير كمان. ثانك يو هراج. المحل حلو، الاورز اللي ربحهم حلوين، ودايما بقول ساعات بفوت على محل بتشوفه في اسيويه او يابانيه او ذات الكالتشر عم بياكلوا، يعني شيء كثير مهم. طلبنا هون التيماكي كراب نو رايس،
فيها ماشت كراب شوي مثل البيوري. أنا أفضل مع الرز. And then السوشي أو الماكيز. It's a good average Japanese place. عم جرب افهم شوية طعمات لأنه هيك ما بكده أفسر. Bizarre for my taste. الخبز محمص محروق جوا. هول ما بعرف هو شو. أصلا نكزة طعمين أصلا. Award meal. تاني مرحلة خلينا نشوف شو وضع السمك عندهم. شكلهم ما كتير بشهين واصلين، مخزقين مقصوصين مخزقين، أساسا بينوا بالتصوير التفاصيل. بس سمكات مهمين. ليك سمكات مهمين. بتعرفوا المشكل إنه البرزنتيشن في عندهم هيدا الشيء ما بعرف شو هو اللي شكله بلع نفس. يلي هن كبينه يمين شمال وهيدا هاي البودره اللي حكينا عنها اللي ما بعرف شو قصتها. يلي هن اذا بدكم از فيرست امبريشن كانت عاطله. بس when it comes to fish, tuna, white fish and salmon very good quality fish, very very good quality fish. ف بدهم يجيبوا حدا يتعامل مع السمك differently. هلا فهمنا الاورد ده. Very good quality fish. Confirmed. اوف very good quality fish. هيدي وقفتنا البونس. إذا منعد كم ساعة قضيناها على الطريق سان دييغو إل إي 5 مرات، ساعتين ونص طلع، ساعتين ونص رجع، 25 ساعة راح نهار. فلازم نزيد نهار للسفرة. يا ريت أي وش لازم أرجع. على الطريق من بعد ساعتين طريق موسيقى وأجواء حلوة مارونو. أنا وصلت على محل فتشت عليه على جوجل مابس اسمه حلو. مايس كوكيز. وينستونز آيس كريم كومباني. مايس كوكيز هيدا لحد. فورغت إت. تطلع لبنانية بكرة. وينستونز آيس كريم كومباني. وينز على المكتوب على الكوب. بمنطقة حلوة كتير. وراح شوف جيب لك معي كيف تاخد بوصتك. ما بدك بوزه. بدي تخسرك هلا ولا في. خليك. يلا it's ice cream time. بعد ما دقت بس اخبركم، انا اول شيء بتدفعوا حق الكون لانه معمول فريش وبتاخد وقت انه تحطه بالورقه تهديه شوي شوي. بتحط 2 سكوب بقلب كل كون تما تعجقها تما تخبصها. وكل سكوب هالقد. محل حلو ابيض، اللوجو حلو، استابليش 2019، الفليفرز مهضومين سبيسيال. بيناتهم بقرة سبيكيولوز، بيناتهم بقرة موكا، بيليز هيزل نوت، بيناتهم بقرة أوليف أويل أند بيبر بينك بيبر كورن، شوكولات، فانيلا أند سو أون، هوني ألمند. فطالما بحق لنا 2 سكوب بكل كون حبيت المحل والكونز، سكوب كتير كبيرة وبتنقص فطلبت 3 كونز، هيك فينا ندوق 6 حبات فليفرز. شفت الورقة لفتها كتير حلوة. 2 سكوبس هيوج الكرم بيعقد. كل سكوب حقه 4.75، 2 سكوبس ب 6.75. It's worth it. Wait. نخذ لها أول صورة ومنشوف
قديش حلوة الكون، ريحته حلوة فريش، ومندوق البوزة لقطة منيح قاسية بس ما تمغط. Good quality chocolate. بتعرفوا هاي البوزة اللي ملبودة لابد مكبوسة كبس من جوا بلا ما تكون دلعة، ما فيها كتير هواء، ما فيها كتير ماي. So good. عن جد. هو يا أنطوني طالب ستة. So good. فاقي. مكاداميا. Very crunchy. أول واحدة. شابو. وين شفتوا محل بيحط لكم هالقد سكوب كبيره هالقد؟ بدفع حقها من كل قلبي. And then comes the cone. Beautiful cone. حلو كتير. حرزين وكريم. نايس. رح نرجع ناخذ له هول الذوق هول. هون عنا اوليف اويل اند بينك بيبر كورن. بوزع كوسا هون. مارون ما فيك تعرف شو طيبة. طعمة زيت الزيتون مش ناقصة غير لبنة. عن جد ولا مزح. وتحت عندك سبيكليشس. ما حدا رح يعرف طعمتهم إلا مارون. مارون بعقده. They're amazing. Amazing. And then. شو طيبة. الأفتر نوتس بقلب التم مش معقول. نفع بطن عشا على البوزة هلا. رح ترجع تعشينا وخلص. اوكي. سربريز أخيرة قبل الروحة على لبنان. ثم يقولوا لنا قاعدني بلا أكل. فانيلا. I love it. It's different. It's unique. Very different ice cream. مانا كوميرشال. Feels homey. Wow. Rich content. After notes بيبقى قبل بتم بيطلعوا منخار. Good job. Winston's. And here starts the story. Hey. اللي حقه دولارين. Thank you. تسمع الأشياء؟ إذا ما حسيت دقلك بعد. Hi Anna. Hi. Thank you. Of course. يا الله علينا. لك شو بك دوي شافوني فزعان؟ إيه. لا الكون 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 لونه قرشته. خليني أتعرف وأنتني شو تعمل. بس يكون عن جد حابب شغلين. بس نحنا وين؟ تنقلن. نحن ولا بسان دييغو ولا بلوس انجلوس. نحن وين؟ نحن بسان دييغو كاونتي بكال ستيت سان ماركوس. اوف كامبوس مش على ال مارون. وهلا العشاء. ما العشاء.
وهيك بيخلص نهار واخر نهار بامريكا، اخر نهار بكاليفورنيا، اخر نهار بسان دييغو. اخر فيديو بتحضروه من سفره رائعه من اكثر من 23 يوم. خلصناها ببرازيلين اكسبيرينس، لحمه اجوجو اول ذا واي، كول تاع الفزر، وبالاخر البوفيه اكل طيب مش عم بمزح، لحمه نوعيتها منيحه. It was all great. بكره بنرجع نلتقى بالمطار تفرجيكم المطار، لكم نقول ميرسي للكل، له ميرسي لمارون لكل التعب الشغل كل السواقه 24 ساعه اللي ساقن على ال اي. يلا اي هوب يو انجويد ات. اليوم نهار كثير مهم بين الهليكوبتر وبين الاكل وبين البوظه وبين السواقه وبين المنقوشه. One of the great episodes. امريكا بكره بنرجع بنودعكم بفيديو من المطار وبنقول راجعين لانه بتعقد. Good night and see you soon. ما خليتك تحكي شو ما بدك احكي. خلصت يلا باي. خلصتنا وكانت قصة حلوة كتير. باي 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 يا حلوين.